الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضات ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. والآن مع المحاضرة السابعة: صفة الضحك وصفة الاستواء وصفة العلو لله عز وجل، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الذي يتعرض إلى أصول العقائد. انتهينا من الصفة العاشرة، صفة النزول وصفة العجب أيضا، ونحن اليوم على موعد مع الصفة الثانية عشر، الضحك. الضحك صفة من صفات الله جل في علاه، من الصفات السلبية خطأ، هي من الصفات الثبوتية الفعلية، ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الكتاب بما قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما السنة فجاءت تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وصف ربه بالضحك، حيث قال في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وهذا فيه دلالة واضحة على أن الله يضحك، لأنه أضاف الفعل لله جل في علاه. فالله يضحك، نعم يضحك. هل يضحك الله كضحك المخلوق؟ لا، ضحك الله صفة ثابتة له تليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، غير ضحك المخلوق. المخلوق إذا ضحك تعجب أو ضحك من أسباب يجهلها، أما الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وهو يضحك، وكما قلت يضحك بلا كيفية، وهذا الضحك خطأ وهم. هذا يضحك بكيفية، لكن الكيفية يعلمها
الله نفوض علم الكيفية لله جل في علاه. فإذا سألني سائل وقال تؤمن وتعتقد بأن ربك يضحك، أقول نعم أؤمن وأعتقد في قلبي اعتقادا جازما بأن ربي يضحك، وضحك الله جل في علاه يليق بجلاله. فالضحك في اللغة معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني السؤال عن الكيفية بدعة. فهذا يعني الإيمان الصحيح الذي آمن به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك الله، إذا علم العبد أن الله يضحك فإنه لا بد أن يعتقد جازما بلوازم هذا الضحك، فإن الله جل في علاه يضحك للبشر. وإذا ضحك الله لعبد من عباده أراد له الخير، لأنك إذا رأيت عبدا من عباد الله يضحك لك في وجهك إذا كلمته أو إذا طلبت منه شيئا فضحك لك، فأنت ستستبشر خيرك بأن مطلوبك سيتحقق، فما بالكم بالله جل في علاه. وطبعا القياس بين الله وبين عباده قياس، القياس أنواع ثلاثة، قياس علة صح، وقياس أيوة قياس شبه، وقياس جلي هو القياس الأولى. كل هذه القياسات باطلة بين الله وبين المخلوق إلا قياس الأولى، فكل كمال يوصف به العبد فالله أولى به وأكمل سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود بأن صفة الكمال هي لله جل في علاه، نقول إذا كان البشر إذا ضحك فإني أستبشر خيرا من ضحكه، فمن باب أولى لذلك الله جل في علاه. فإن الله طالما ضحك من الرجلين، انظروا إلى تمام الحديث، ضحك إلى هذا رجل كان كافرا قاتل رجلا مسلما فقتلهم، فالمقتول شهيد وقد كتب الله الجنة للشهيد. ما ضحك الله؟ لما ضحك الله؟ ضحك الله لأن الرجل الذي قتل دخل الجنة والقاتل نفسه سيدخل الجنة. لما؟ لأنه أسلم بعدها فقاتل فقتل في سبيل الله جل في علاه. انظروا إذا ضحك ربكم ماذا يحدث؟ يدخل المرء الجنة بضحك الله وإثابة الله لعبده. ولذلك كما قلنا في التراجم الأسانيد يتسامح فيها، ولذلك بين الصفين قام رجل فقال يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال إذن لن نعلم خيرا من رب يضحك، ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تدخل وتقلع لحمتك، تقلع الدرع وتدخل بين الصفين تقاتل حتى تقتل مقبلا غير مدبر. فدخل الرجل وهو يعتقد بأن ربه هذا يضحكه، وإذا أضحك هذا ربنا فإن الرجل إثابته عند الله تكون عظيمة. فإذا اعتقد المرء بأن ربه يضحك فإنه سيأخذ بأسباب ضحك الله، وأسباب ضحك الله جل في علاه هي الطاعة، هي الجهاد في سبيل الله، وهي التقدم على أعداء الله بشجاعة وبسالة دون تراخ ودون تقاعس. هذا الذي يصيب المرء بتقدمه لله جل في علاه فيضحك الله من فعله فيصيبه بالجنات. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. هل شوش علينا أهل البدع مرة ثانية؟ نعم، هم ما تركونا ولا تركوا لأنفسهم أن يتمتعوا بهذه الصفة ويعتقدوها اعتقادا جازما. قال المعطلة عطلوا هذه الصفة، أما المحرفة وهم الأشاعرة، الأشاعرة حرفوا هذه الصفة وقالوا لا، إذا قلنا بأن الله يضحك شبهنا الخالق بالمخلوق، والله جل في علاه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول لا، لا يضحك، لكن الضحك هنا بمعنى الثواب، الضحك بمعنى الثواب أو بمعنى الإرادة، إرادة الثواب. والرد عليهم إخوة الأفاضل، والرد عليهم بنفس القواعد، والرد عليهم أرجو أن يكون النساء، لأن الدرس خصيصا للنساء، أرجو أن يكن تدربنا على الرد. والرد عليهم عندما يقولون لا والله ربنا لا يضحك، إنه يريد إثابة من قال فيه أنه يضحك له. كيف نرد عليهم؟ الأشاعرة والله تملأ البشرية الآن، لا تحسبون بأن الأشاعرة اندثروا، بل هم أكثرية كثيرة. يعني القاعدة الأولى خالفتم ظاهر الكتاب، فين ظاهر الكتاب؟ أي نعم أحسنت، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الصحابة، أحسنت، أثبتتم لازم الصفة وهو لوازم الضحك أن الله إذا ضحك العبد فهو يريد إثابته، ونحن نثبت اللازم مع إثباتنا أولا
الصفة، فنحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. رد آخر، نعم، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ ده من لوازم مخالفته للظاهر، كيف نرد عليه مرة ثانية؟ في شيء ثاني ممكن نرد عليهم به؟ نعم، نرد عليهم بإيش؟ بالمعول، يعني نقلب لهم رأس المجنة، نقول أنتم أثبتتم الحياة وللعبد حياة، فحياة الله كحياة العبد. قالوا لا، حياة الله حياة تليق بجلاله وكماله. قلنا ما الفارق؟ نرجع إلى قاعدة قعدناها، قلنا ما الفارق؟ هذه صفة هذه ذات، ولا هذه صفة ذات وهذه صفة فعل، ما الفارق؟ القول في الصفات كالقول في الذات، لكن ليست هذه القاعدة. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كما قلتم في صفة الحياة فقولوا إذن في صفة الضحك، فإن الله يضحك ولا كضحك البشر، وإن الله له حياة لا كحياة البشر. الصفة التي بعد ذلك، قال الاستواء على العرش. الاستواء هي من الصفات الإخوة، الاستواء هي من الصفات الصحيح أن هي صفة ثبوتية فعلية، لكن إذا قلت أنا بالنسبة للعلو، العلو المطلق دي الصفة الذاتية، لكن صفة الاستواء هذا اسمه علو مقيد متعلق بإيش؟ بالكرسي، فدي صفة فعلية. صفة الاستواء صفة فعلية، ومعنى الاستواء يعني العلو والاستقرار. تقول مثلا محمد استوى على الكرسي، الاستواء معنى إيه؟ على وجلس، صح؟ هذا لا يقال أبدا في حق الله. نقول الله استوى على العرش يعني على واستقر، لا على وجلس. وجلس دي حتى في حديث بعض الآثار جاءت وهي موضوع لا تصح، الصحيح الراجح أنه على واستقر، كما قال واستوت على الجودي استقر، فالعلو هنا الاستواء معناه على واستقر. وهذه الصفة ثبتت لله بالكتاب وأيضا بالسنة، بل وبالإجماع. أما بالكتاب ففي أكثر من موضع في كتابه، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال جل في علاه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآيات كثيرة تبين أن الله جل وعلا قد استوى على عرش. وفي السنة الحديث الذي في الصحيحين أن الله جل وعلا كتب كتابا هو عنده فوق العرش فأثبت العرش. وأيضا حديث ابن مسعود الذي حكمه ما قالوا إليه، ابن مسعود الذي قال ما بين السماء والأرض مسيرة كذا وكذا، وكذلك بين كل سماء أخرى نفس المسيرة، وبين السماء السابعة وبين الكرسي الماء، صح؟ على ما أذكر أستحضر الآن، والكرسي وبين الكرسي وقدر الله قدر العرش، قال والله فوق العرش، ما بين السماء السابعة والكرسي ماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وهذا قول ابن مسعود، وهذا حكمه حديثيا. أحمد الرفع لما؟ لأن هذا من أمر لا يدخل الاجتهاد، فإذا لابد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم حكم الرفع والكلام على أسانيده، يعني إن شاء الله يكون الحديث صحيح. فأقول قال فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، فهذا تصريح أيضا من السنة، وأجمع أهل السنة والجماعة أن الله جل في علاه خلق العرش واستوى على العرش، فازداد العرش تشريفا وتعظيما، والعرش أحوج ما يكون لله، حتى لا يتدبر امرؤ في هذه المسألة فيقول الله استوى على العرش، إذن يحتاج للعرش، حاشا لله. كما قال أهل البدعة نحن نقول الله استوى صفة من صفاته تدل على كماله جل في علاه، لكن العرش يحتاج إلى الله، لا أن الله جل وعلا يحتاج إلى العرش. ولما استوى؟ استوى سبحانه وتعالى بدلالة، وهذا الاستواء دلالة على كماله وقوته وعظمته جل في علاه. والعبد إذا علم أن ربه قد استوى على العرش وأنه يعلم ما أنت عليه من صغير أو كبير، من دقيق أو جليل، خشي ربه وتعبد وسارع بالخيرات، وإذا خلى يوما من الدهر لم يقل خلوت ولكن قال علي رقيب وهو فوق العرش، نعم وهو فوق العرش. وإذا علم أن الله جل في علاه وهو فوق عرشه يدبر أمر خلقه، مال قلبه لربه جل في علاه واطمأن لتدبير الله جل في علاه. أهل البدع أيضا لم يهنأوا بهذه الصفة، ولم يتركوا أهل السنة والجماعة أن يهنأوا بهذه الصفة الجليلة العظيمة، قالوا الرحمن على العرش استوى، لا، لأنه لو استوى قد احتاج للعرش، وكل شيء يحتاج للعرش، ولو استوى يكون قد جلس كما يجلس المرء والعياذ بالله، فشبهتم الخالق بالمخلوق
لا والله ما استوى. قلنا طيب الآية قال الله الرحمن على العرش استوى، كيف تقولون أنتم في هذا القول؟ قالوا لا، ليس هذا مراد الله، بل مراد الله الرحمن على العرش استولى لا استوى. قالوا عندنا من اللغة ما يعضد ما نقول. قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا استوى بشر، هذا بيت شعر، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يعني ما أهريق دم في أخذ العراق. قال استوى بشر على العراق من غير سيف، من غير سيف يعني معنى ذلك كيف استوى على العراق؟ جلس عليها على واستقر عليها يعني استولى، صح؟ فقالوا هذه لغة تدل ان استوى بمعنى استولى، فماذا نرد عليهم او كيف نرد عليهم؟ اذا اعتقدنا نحن الاعتقاد الجازم الصحيح بان استوى يعني على واستقر، فكيف نرد عليهم انهم يقولون استوى يعني استولى، واللغة معنا ولغة العرب القرآن نزل بها، اذا ليس المراد استوى، لاننا لو اثبتنا لله استواء شبهنا الخالق بالمخلوق، وايضا لنا لازم باطل في هذا التشبيه، او يقولون ذلك يعني لو اثبتنا هذه الصفه لله فان الله يحتاج الى العرش، والله لا يحتاج لاحد بل كل الخلق يحتاجون اليه. سؤال، ما الاسم الذي يدل على هذه الكلمه ان كل الخلق يحتاجون لله جل في علاه؟ اسكت. نعم صح، الصمد. ما معنى الصمد؟ يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. طيب كيف نرد على أهل البدع والضلالة؟ كيف نرد على الأشاعرة الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء؟ كيف نرد عليهم؟ خالفتم ظاهر الكتاب لأن الله قال استوى وأنتم قلتم لا استولى، أأنتم أعلم أم الله؟ خالفتم ظاهر السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوق العرش، والله فوق العرش وأعلم ما نحن عليه. خالفتم ظاهر السنة وكأنكم تقولون بأنكم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وزور. الثالث، خالفتم إجماع أهل السنة والجماعة. الرابع، أحسنت، نقول الرابع أن هناك لوازم باطلة لو قلنا بقولكم، لو قلنا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى يلزم من ذلك أن هناك من هو أقوى من الله قد استولى على العرش، ثم حدث الصراع والعراك، ثم بعد ذلك استرد ملكه والعياذ بالله، وهذا من أكبر الكفر، فإن الله مالك كل شيء ورب كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فمعنى أن تقوله بأن استوى استولى كأنه أخذ منه، وهذه دلالة على الضعف، وهذا خرق في الربوبية. أحسنتم، هذا خلق في الربوبية، إذ من لوازم الربوبية أن الله القادر القاهر فوق عباده، فأنتم هكذا يعني قدحتم في ربوبية الله جل في علاه. أيضا من اللوازم الباطلة إذا قلتم الرحمن عرش استوى بمعنى أنه استولى، من اللوازم الباطلة أن الله يحدث عباده بما لا يفقهون، هو يقول استوى وأنتم تقولون لا استولى، كأن الله يخاطبنا بما لا نعقل، كأن ظاهر القرآن كفر، حاشا لله ذلك، فإن الله قال على القرآن أنه أنزله بلسان عربي مبين، فهو يخاطبنا بما نعلم، فهذا لازم باطل من اللوازم الباطلة أيضا. طيب إذا قلنا ذلك نقول إذا خصمناكم بهذه اللوازم فلا بد علينا لزاما أن نرد هذه الشبه التي أتيتم بها. قلتم عندنا من اللغة ما يثبت أن استوى بمعنى استولى، واحتججتم ببيت الشعر هذا، فنقول لكم أولا القاعدة عند العلماء المعنى إذا تردد بين أن يكون شرعيا أو يكون لغويا فإننا نقدم الشرع على اللغة، يعني إذا تردد المعنى أن يكون له في وضع الشرع له معنى وفي وضع اللغة له معنى فنحن نقدم وضع الشرع، والدلالة على ذلك أو نظير ذلك في الشرع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، والصلاة في اللغة معناها الدعاء، ومعنى ذلك أن الله يأمر كل إنسان أن يقف أو يجلس أو ينام أو يقوم على أنه يدعو الله جل في علاه، صح؟ صح؟ أقيموا الصلاة معناها تدعو الله جل في علاه؟ لا، أقيموا الصلاة يعني الخمس صلوات التي بينها رسول الله، فالصلاة ودعاها في الشرع معناها هذه الألفاظ المخصوصة، حركات المخصوصة في أوقات مخصوصة، وإن كانت في اللغة معناها الدعاء، فإذا تردد المعنى بين الأمرين فإن نأخذ بإيش؟ بالشرع، وهنا تردد الأمر في الشرع بالاستواء وبين الاستيلاء، فنقدم
الاستواء وهو العلو والاستقرار. الأمر الثاني نقول لكم هو ليس بيت عربي، ليس هذا الكلام من أهل اللغة، بل هو بيت لشاعر نصراني لا يعرف له أنه من العرب، فهذا البيت أيضا ليس من لغة العرب. الأمر الثالث أو الرد الثالث نقول عندنا قاعدة لغوية عند علماء اللغة قالوا الأصل بقاء اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. تعتقدون هذه القاعدة أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول؟ احفظوا القاعدة، القاعدة اللغوية أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. بمعنى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلي، فأنت ستقول أصلي يعني أقوم، فأصلي على الأقل ركعتين أو ركعة وترين. أما إذا جاءت قرينة بمعنى صلي للدعاء فأنا أصرفه من الوضع الشرعي إلى الوضع اللغوي. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صائما ودعي لطعام قال من دعي إلى طعام فليأكل وإلا فليصلي. فليصلي هنا بمعنى إيه؟ فليدعو للذي دعاه للطعام. فالقرينة صرفت الظاهر من الوضع الشرعي إلى الوضع اللغوي. فنقول استوى بشر على العراق الأصل فيها على واستقر، لكن البيت بتمامه بالسياق، لأن القاعدة عند اللغويين أيضا السياق والسباق واللحاق من المفسرات. السياق يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم النهار، من غير سيف، هذه ضميمة للبيت أو نقول مفسرة لقوله استوى بمعنى أنه استولى من غير أن يعمل فيهم القتل. فأصبحت القرينة في نفس البيت أن استوى بمعنى استولى، لأنه ذكر السيف وذكر عدم إراقة الدماء، فهذه قرينة تثبت أن المقصود هو الاستيلاء وليس العلو وإيش والاستقرار. أين هذه القرينة في الآية في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى؟ أين القرينة التي تصرفه؟ ليس سمت قرينة، فإن لم يكن هناك قرينة فلا بد أن يبقى اللفظ على ظاهره استوى يعني على واستقر، هذا معنى الاستواء، مفهوم؟ طيب نأتي إلى الصفة التي بعدها ألا وهي صفة العلو لله جل في علاه. وطبعا أنا لابد أخذ الاستواء مع العلو لأن العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. العلو المقيد هو الاستواء، هو الاستواء على العرش لأنه مقيد بإيش؟ بالعرش. أما العلو المطلق فهو علو الذات أو علو الشأن وعلو القهر. فإن الله جل وعلا له صفة ذات وهي العلو، الله جل وعلا علوه علو شأن سبحانه وتعالى عظمة وبهاء وكمال وقوة وقدرة وعزة، وعلو قهر هو القاهر فوق عباده، بل كل الخلق مقهورون مربوبون لله جل في علاه، كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هذا خضوع في النهاية، وأيضا خضوع الربوبية في كل العباد، كل العباد لا يستطيعون رد قضاء الله وقدره جل في علاه، فإنه لو أمرض الكافر أو أراد موت الكافر نفذ أمره جل في علاه. هذا من باب علو القهر، علو القهر على عباده جل في علاه. الله جل في علاه هو له علو الذات كما قلت وعلو الشأن وعلو القهر. وعلو الله له أدلة كثيرة، منها التصريح بالفوقية، قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وأيضا التصريح بالعندية، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، دلالة على العلو. أيضا النزول يدل على العلو، كيف ذلك؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، هذا دلالة على علو الله، كيف ذلك؟ أبو مالك أحسنت، النزول لا يكون إلا من علو، فهذه دلالة على العلو. أيضا العروج الصعود أيضا يدل على إيش؟ على العلو، صح، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، لا يكون إلا إلى أعلى. قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية أخرى قال 1,000 سنة مما تعدون. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لله ملائكة تكتب أعمال العباد يتقابلون في الفجر وفي العصر ويصعدون إلى الله بأعمال العباد. وأيضا حديث الصحيحين أن مجالس العلم تحفها الملائكة فيصعدون بأسماء هؤلاء، فيقال هذا الرجل جاء لحاجة فيقول الله هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، الغرض المقصود يعرجون يصعدون، والصعود إلى علو. أيضا من دلالات العلو الإشارة إلى أعلى،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب فيهم خطبة الوداع قال اللهم قد بلغت، قال اللهم قد بلغت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى أعلى ويقول اللهم، أي يقول اللهم إنك أنت في السماء اشهد على من يقول في الأرض هذا الكلام، فيشير بإصبعه اللهم فاشهد، اللهم فاشهد وينكتها عليه. أيضا حديث معاوية في مسلم ابن الحكم السلمي عندما صفع الجارية بعدما أكل الذئب غنمها صفعها على وجهها فجاءت تبكي لرسول الله، وجاء الرجل يستسمح يعني مستعتب فقال يا رسول الله أعتقها، فقال له ائتني بها أولا، فأتاه بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ فقالت في السماء، فقال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وين وجه الشاهد من هذا؟ وجه الشاهد ووجه الدلالة من هذا الحديث، هذا الحديث دليل على العلو، وين وجه الشاهد ووجه الدلالة؟ قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أنا؟ من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها. لما؟ والفاء هنا تدل على العلية، اعتقها فإنها مؤمنة. طيب ما الذي دلل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما الذي استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان هذه المرأة أو هذه الجارية التسع سنوات؟ تعتقدون أن الله في السماء؟ تعتقدون؟ فتدللوا. قالت الله في السماء، هذا وجه الشاهد صح؟ وجه الدلالة حسن، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط إيمانها بهذا الاعتقاد الصحيح، كأنه يقول لها قد اعتقدت اعتقادا صحيحا دل ذلك على إيمانك، اعتقدت أن ربك في السماء دل ذلك على إيمانك. وسنبين ما معنى في السماء. الغرض المقصود أنه لما قالت الله في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، أأمنتم من في السماء، هذه فيها دلالة واضحة على أن الله في السماء. طب يا ترى ما معنى في السماء؟ هل في السماء معناها أن السماء تظل وتقل؟ لا والله، حاشا لله، فإن الله أحاط بكل شيء ولا شيء يحد به جل في علاه. فمعنى في السماء يعني على السماء، يعني بعض أهل اللغة يرفضون أن الحروف يستعير بعضها بعض المعنى، والصحيح الراجح أن هم لا، ينتقل المعنى، ينتقل المعنى فيه وتكون بمعنى على، وعلى تكون بمعنى فيه، هذا راجح صحيح وواقع مشاهد حتى في الكتاب. فهنا أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، ففي هنا بمعنى على، والدلالة على ذلك قول الله تعالى عندما بين منته على عباده أنه جعل لهم الأرض ذلولا قال فامشوا فيه، ما في حد حفر في الأرض ومشى فيها صح، فامشوا في مناكبها يعني امشوا على مناكبها. وأيضا عندما قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، ما ورد تاريخيا أنه أخذ المنشار ثم أدخلهم داخل النخل، لكن هو ربطهم أو صلبهم على النخل، فهذه فيها دلالة على أن أأمنتم من في السماء يعني على السماء. وكثير من نسائنا يأخذ الأطفال، المرأة تأخذ الطفل فتقول له ربك وين؟ ربك أين؟ فيقول ربي في السماء، فلا تعلمه في السماء معناه يا ربي على السماء، أو الصحيح أن يتعلم الطفل أو الطفلة تقول له قل ربي فوق العرش فوق السماء، أو ربي على العرش على السماء. هذه الصفة، صفة العلو، لا بد للإنسان أن يعتقدها اعتقادا جازما، يعلم أن ربه جل في علاه له علو العظمة والبهاء والقدرة والعزة والجبروت. إن اعتقد ذلك لن يخشى أحدا في الله، لن يعني يخشى لومة لائم في الله جل في علاه، ولن يخشى أحدا في هذه الدنيا إلا ربه جل في علاه، لأن الله قهر عباده، له علو القهر، وأنه مهما أتى واجتمع عليه القوم فلن يضروه بشيء إلا قد كتبه الله عليه. وإذا اعتقد أيضا بعلو الله جل في علاه على عرشه فإن همته ستعلو، لأن الله يكره خسيس الهمة ويحب عالي الهمة، دائما معالي الأمور ترفع صاحبها عند الله جل في علاه. أما الرجل الذي يقول أنا بس أريد فمن زحزح، هل ممكن ينزل فيها؟ لأنه إذا قال بس أريد فمن زحزح هذه الآية فيعمل على الزحزحة، فإنه لن يصل إلى الزحزحة. دائما إذا أردت الخير فأنت أعلو ببصرك حتى تنال ما تريد. هم قالوا إذا أردت يعني أن تصل للمأذنة انظر إلى السماء، شوف من السماء حتى تصل للمأذنة فقط. فالصحيح أنك إذا علمت بأن الله جل وعلا من صفاته صفة العلو علت همتك وقلت لما لم أكن نبيا، فتدعو الله أن تكون نبيا، وتقول لما لم أكن صديقا،
تدعو الله أن تكون صديقا وأنتم نيام جزاكم الله خير. هو لا بالإشارة على استحياء، أنا أخطئكم فتخطئون. هل يصح للإنسان أن يقول يا رب اجعلني نبيا؟ ها؟ لا. طب إذا قلت لكم يصح؟ لا، لأن في أكثر، ده اسمه تعدي في الدعاء، ده اسمه تعدي، وقد نهى الله عن التعدي في الدعاء. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على النهي عن التعدي في الدعاء؟ صح، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ما فيش نبي بعد، ده كونا خلاص. فأنت كده كأنك بتعارض بدعائك إيش؟ القدر الذي قد كتب وسام. لا، أنا أقول الدليل على أن هذا تعدي في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء أن تعتدي في أمر قدرا أو شرعا، لأن الاعتداء اعتداء قدر أو شر. فالاعتداء القدر، اعتداء قدرا أن تدعو بأمر قد نفذ قدرا، وهو أن تقول اللهم اجعلني نبيا، وهذا قد ختم في اللوح المحفوظ أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قدرا. والاعتداء الشرعي أن تدعو بقطيعة رحم مثلا، تدعو بقطيعة رحم أو اسم، هذا اسمه تعدي شرعي. فالذي لا يستجاب دعاؤه إذا تعدى قدرا أو تعدى شرعا. المهم الغدر مقصود، إذا علت همتك دون التعدي فإن الله يحب منك ذلك. لما لا تدعو أن تكون صديقا؟ لما لا تدعو أن تكون في مصاف أبي بكر وعمر وعثمان؟ لما لا تدعو أن تكون أعلم أهل الأرض؟ لما لا تدعو أن تكون أفضل أهل الأرض عند الله جل في علاه؟ ادعو بذلك إذا علمت أن العلو صفة من صفات ربك، فليكن في قلبك صفة العلو. أهل البدعة والضلالة أيضا عطلوا هذه الصفة العظيمة الجليلة، وقالوا لا والله ليس الله لا يتصف بالعلو. قلنا لما تنكرون علينا ذلك وقد قال الرحمن على العرش استوى؟ قالوا عندنا من الكتاب من الأثر والنظر ما يدل على أن العلو هنا ليس مقصودا. قلنا ما هو؟ قالوا قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو، إلى آخر الآيات. قال وهو معكم أينما كنتم، فدي دلالة أنه إيش؟ معنا في كل مكان، هذه دلالة أن الله في كل مكان. والدليل الثاني قال الله تعالى وهو الله في السماوات والأرض، ولا في السماء والأرض، سورة الأنعام، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قالوا هو الله في السماوات وفي الأرض، صح؟ وأيضا في آية أخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فدي دلالة على أن الله في كل مكان وليس بالعلو كما تقولون. فكيف نرد عليهم هذه الشبهة؟ كيف الرد على هذه الشبهة؟ الشبهة الأولى قالوا وهو معكم أينما كنتم. أقول لكم الكلام ده مش محدث، الكلام ده من قديم الأزل وهو نعيشه الآن. وأنا تكلمت أكثر من مرة أن كثير ممن يقول بالعقيدة الصحيحة عنده هذا الخراب، منهم من يقول أن الله في كل مكان كعقيدة الصوفية الجفري وغيره يقولون بذلك. أيضا أستاذ قال ذلك وفطر الرحمن عاش استوى، ده تقريبي، وإن الله في كل مكان، هذا تصريح بأن الله في كل مكان، يعني العقيدة موجودة فلابد أن ترد عليها، وهم يحتجون بآيات، فكيف نرد عليهم؟ وهو معكم أينما كنتم، إن كنت في البيت فهو معك، إن كنت في البحر فهو معك، إن كنت في السماء فهو معك، وإن كنت في الأرض فهو معك، لأن الله قال وهو معكم أينما كنتم، فكيف نرد عليهم؟ لما نقدر وهو معكم يعني بعلمه؟ التقدير، الكلام جيد هذا، سنبينه في العلو. محمد الخامس، علي صوتك يا رجل، أنت لا فض فوق، ما هذا الجمال، لا فض فوق يا محمد يا خامس، نيجيريا كلها تسعد أن في واحد مثلك عندها. نعم، القاعدة عند العلماء تقول السياق والسباق واللحاق من المفسرات والمقيدات. السابق قال يعلم، وفي اللاحق آخر الآية ختمها بإيش؟ هو بكل شيء عليم، ختمها بالعلم وابتداها بإيش؟ بالعلم. فالسياق هنا يدل على أنه قال يعلم أولا ويعلم آخرا، يبقى هو معكم بهذا الذي ابتدأ وهذا الذي ختم به، يعني بإيش؟ بعلمه. فالسياق يثبت، السياق قرينة تجعلنا نقول التقدير وهو معكم أي بعلمه أينما كنتم. والذي يعضد ذلك قول الله تعالى بالجزء الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدست أسماؤك، فهو يقر ويعضد ذلك أنه يثبت جزما دون تأويل أن الله في السماء. فهذا الرد على هذه الآية. طب كيف نرد على الآية الثانية؟ السباق واللحاق من المفسرات، وهي القرينة التي صرف اللفظ عن ظاهره. فهو ابتدأ السياق، ابتدأ بالعلم،
وختم الآية بالعلم دل ذلك على وهو معكم، الأصل فيها معكم بذاته. فلما ذكر العلم أولا وختم العلم ثانيا وقال ثلاثة يكون رابعهم، يعني إيش؟ يعني رابعهم بعلمه يعلم ما هم عليه. والذي يعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت جزما دون احتمال أن الله فوق العرش وأن الله في السماء، هذا الجزم دون أي احتمال دل ذلك على أن الآية الأخرى ثبتت بالتأويل أنه بعلمه وهو معكم بعلمه. فهم؟ وأنا أقول لغة العرب تحتمل ذلك، أقول سرت ليلا ومعي القمر أو سرت مع القمر، هل رأيتم محمد معه القمر في يده يمشي ويسير بين الناس فكل إنسان يسلم على القمر؟ ها؟ لا، سرت ومعي القمر وهو في السماء. فالمعية هنا ليست معية خلطة، إذ المعية معيتان، معية خلطة ومعية مصاحبة. معية الخلطة منفية عن الله اللي بيقول بها الاتحاد والحلول، إن الله في كل مكان، هذه تسمى معية الخلطة، هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون لله جل في علاه. والمعية الثانية معية مصاحبة، ومعية المصاحبة كأن تقول سرت والنيل، الواو هنا اسمها واو إيه؟ واو المعية والمصاحبة، يعني سرت مع النيل، هل النيل مشي تجسد ومشى مع الرجل؟ لا، سرت والقمر، القمر نزل من عليائه وسار مع الرجل، صحيح؟ خطأ، سرت مع القمر، كنت أنا في الأرض وهو معي، أينما أمشي أنظر فوقي أجد إيش؟ القمر، هذه نفس الأمر، كأن الله فوق عرشه يرى ما عليه عباده وهو معهم بعلمه. والذي يقرب لك هذا الأمر أن الكون كله في يد الله جل في علاه كحبة خردل في يد أحدنا، فهذا ليس ببعيد. طب الشبهة الثانية كيف نرد عليها؟ قالوا هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم جهرات مصر. تفضل. أحسن، لا فض فوق، صح. نقول هو الله في السماوات وفي الأرض، نأتيها أولا من الأسماء، الله اسم الأسماء لا يتضمن صفة الإلهية، يعني هو الله في السماوات هو المألوه في السماوات، وهو الله في الأرض يعني المألوه في الأرض. والمألوه يعني إيه؟ المعبود الذي تأله القلوب، يعني تحبه القلوب وتعظمه من كل القلب. فهذا أول تفسير لهذه الآية، هو الله في السماوات وفي الأرض يعني هو المألوه في السماوات والمألوه في الأرض. هذه بالنسبة للإلهية. هل ممكن تفسر بالربوبية؟ يا إخوة ممكن أن يقال نعم تفسر بالربوبية، هو الله في السماوات يعني أمره في السماوات، وهو الله في الأرض يعني أمره في الأرض، والأوامر دي من لوازم إيش؟ أما أخذناها في صفات الله وأثرها في من العبد، أن من لوازم الرب أنه السيد الآمر الناهي المطاع، فيكون هو أمره في السماء وأمره في الأرض، كما ورد في بعض الأثار لله في السماء أمره في السماء وأمره في الأرض، فدي تفسر أيضا بالربوبية. أيضا من باب الرد عليهم رجعنا للقراءات تاني، في بعض القراءات يقفون وقفا لازما عندما تقول وهو الله في السماوات، لا تستمر في القراءة لزوما ووجوبا، وهو الله في السماوات ثم أكمل وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يبقى لزوما تقف عند الله وهو الله في السماوات، فأثبتنا هنا أن الله فين؟ في السماوات. نبدأ جملة جديدة ابتداء ثاني، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا وقف لازم في بعض القراءات السبعية، هذا الوقت اللازم أن تقف عند قول الله تعالى وهو الله في السماوات، تقف ثم تبدأ جملة جديدة وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. طيب هذا الرد على هذه الآية الأولى. الرد على الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نقول الرد بالضبط هو الرد في قولنا قول في تفسير قول الله تعالى والله في السماوات وفي الأرض، بمعنى أن المألوه في السماء هو المألوه في الأرض، أن أمر الله في السماء وأمره في الأرض سبحانه جل في علاه دون الرد الثالث. هذا آخر ما نأخذه من هذه الصفات والرد على أهل البدعة، لكن لابد أن نفسر معنى أمنتم من في السماء، فسرناها ولا ما فسرناها؟ فسرناها، يبقى انتهينا إلى هذا الباب. نأخذ كلام الله جل في علاه الأسبوع القادم، لأننا أريد أن أنتهي من الصفات وأدخل على القدر حتى أنتهي من الكتاب. أتمنى من الله جل في علاه أننا ننتهي من الكتاب. يبقى إذن الأسبوع القادم سنأخذ صفة كلام الله جل في علاه وننتهي من الصفات حتى ندخل في باب القدر، لأن باب القدر من أهم الأبواب، من لم يتقن باب القدر ما أتقن شيء في العقيدة. فعندنا الأسماء والصفات. أنا كنت أريد أخذ الكلام والرؤية، لكن الكلام والرؤية إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم